أهلا بكم. اليوم نتكلم عن مدينة تازة المغربية. هيا بنا نستكشف تلك المدينة الجذابة الرائعة. تعتبر مدينة تازة من المدن المغربية القديمة جدا، بل هي من أقدم المدن على مستوى العالم، وهي تبعد 100 كيلو متر عن مدينة فاس. كانت لمدينة تازة أدوارا مهمة في تاريخ المغرب من الناحية العلمية والثقافية. تضم مدينة تازة أصنافا عديدة من القبائل والتنوع الثقافي والقبلي. من أشهر معالم مدينة تازة نجد الكوشة، وهي عبارة عن تجمع سكني متوسط يمتاز بجماله وروعته. وأيضا لا ننسى ذكر الجامع الكبير الذي بناه عبد المؤمن ابن علي في عام 542 هجرية. هو من أشهر وأعظم المساجد التي بنيت، حقا إنه عملاق وله من الفخامة مكان راق وبديع. أيضا من أشهر الأحياء في تازة هو حي العلويين الذي يتميز بالأمن والنظافة والجمال. إنك حقا ستجد أماكن ومناظر خلابة ستدهش عقلك قبل عيونك من نقاء هوائها وتضاريسها الجميلة. ومما يؤكد كلامي، هناك قرية في تازة تسمى قرية رأس الماء، فهي حقا جذابة وخلابة. أيضا من الأشياء التي تلفت النظر وتستحق المشاهدة هي وادي بوزكري الرائع المملوء بالكثير من المناظر الرنانة والخلابة، ناهيك عن مغاراته المحدودة. مدينة تازة هي مدينة قديمة وعريقة، لها تاريخ طويل جدا من حيث وجود المرابطين فيها، ومن قبلهم اتخذوها حصن تحميهم من الأعداء على مدى السنين. وكان يعتبرها سكان شمال إفريقيا ممرا مميزا ورائعا، الذي بالمناسبة سميت بسببه تازة، ومعنى كلمة تازة هي الممر. هذا كان قديما. أما في بداية القرن العشرين قسمت المدينة إلى حيين. حي في الشمال يجاور الجامع الكبير ويسمى بموالين الجامع لقربهم من الجامع الكبير، وحي آخر في الجنوب يسمى الفوقيين نظرا لطابعه المرتفع. أما الآن فهي قسمان، الأول تحتي والثاني أفقي. الأفقي المسمى تازة العليا الممتد من باب الريح إلى حي الكوشة، والقسم الثاني يسمى تازة السفلى أو التحتية على حسب ما يطلق عليها. في النهاية هي مدينة رائعة وجميلة تستحق الزيارة والمشاهدة عن قرب. إلى هنا انتهى فيديو اليوم الذي كنا نتكلم فيه عن مدينة تازة الجميلة. لابد أن نعلم أيها الأحباب أن الإنسان مهما سافر وذهب هنا وهناك، والله لن ينسى هواء وطنه، وسيتذكر دائما سماء بلده الذي تربى فيها وكبر على ضوء شمسها وأنغام طيورها وهديل مائها. تحياتي لكم من قلبي، هذا أخوكم محمد وفيق. أهدي هذا الفيديو إلى صديقتي وأختي العزيزة سعيدة حسني. سلام. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك.